هنروح مع حضراتكم دلوقتي لعروس البحر المتوسط الإسكندرية اللي بيتم فيها تنظيم معرض رسم الأدب كتاب وكاريكاتير. المعرض ده بيشارك فيه 48 رسام من مصر وأسبانيا وأمريكا وعدد من دول أوروبا. الحديث عن فن الكاريكاتير مرتبط طبعا بأشياء كتيرة جدا مرتبطة معانا في الوجدان، لكن خلينا نتعرف على تفاصيل المعرض ده، إزاي بيجسد أو بيمثل يعني ملتقى لعدد كبير من فناني الكاريكاتير في العالم. معنا الأستاذ فوزي مرسي منسق معرض رسم الأدب، بنصبح عليه وبنسأله عن هذا الأمر. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أستاذ فوزي، معرض حضراتكم رسم الأدب كتاب وكاريكاتير من أعمال فنية وأدبية، إزاي جمع كل النخبة دي؟ الهدف منه إيه؟ عايز يوصل رسالة عاملة إزاي؟ خصوصا في وقت يعني مهم من اوقات السنه بالنسبه لمدينه الاسكندريه. هو طبعا يعني المعرض لما كنت اقترحته على مدير المركز الثقافي الاسباني ان احنا نعمل معرض خاص بس بسرفانتس، وده كان يعني هيتعرض في القاهره الاول وبعد كده هيتعرض ثاني في الاسكندريه. هو يعني اقترح ان احنا نضيف عليه ان احنا كمان ما نبقاش بس خاص بسرفانتس، ان هو يكون مجموعه من الأدباء اللي طبعا والشخصيات البارزة، فاقترحنا ان هم احنا نضيف كمان نجيب محفوظ، نضيف ماركيز، نضيف يبقى في برضه معانا كل الأدباء موجودين، يعني في برضه معانا توفيق الحكيم ومجموعة أخرى شكسبير، فكان مجموعة كبيرة جدا من الأدباء كبير قوي من كل الفنانين اللي هم يشاركوا في المعرض دوت، والكل بعت حتى مجموعه كبيره من الفنانين الموجودين شاركوا في المعرض دوت، والحمد لله المعرض لما نجح هنا في القاهره اتعرض تاني في الاسكندريه. يعني كان يمكن الهدف من دوت ان احنا يبقى فيه تواصل ثقافي، نحاول نعرف سواء الجمهور والفنانين المصريين بالادباء العالميين سواء من مصر او من الدول الاخرى. كان الهدف من المعرض ان احنا نحاول برضو يعني نعرف هنا في مصر على الاديب الاسباني سيرفانتس، نحاول نعرف برضو الفنانين العالميين اللي هيرسموا معانا ويشاركوا معانا في المعرض ده على نجيب محفوظ، وكان برضو ما كانش الفنانين بس مجرد ان هم بيرسموا نجيب محفوظ، لا هم كانوا بيدوروا عليه، بيبحثوا عن تاريخه وعن اهم اعماله اللي كتبها، فكان يعني الحمد لله يمكن المجموعه كبيره شاركت في اعمال كانت يعني كان نجيب محفوظ ان هو ارى نجيب محفوظ، مش بس ان هو دور على صوره، لا ده ارى وارى كتبه. يمكن كان في عمل كان جانا مره عن نجيب محفوظ ان هو قاعد في المكتبه ووراه يعني كتب، وكل كتاب بيحمل طبعا اسم روايته والتاريخ اللي صدرت فيه، فده كان طبعا عمل لفنان اجنبي. طيب مين ابرز الفنانين اللي شاركوا يا فندم من دول مختلفه؟ في من مصر هنا يعني مجموعه من الفنانين، الاستاذ احمد علو والاستاذ حسن فاروق، في الفنانه نوره، في يعني فنانين شباب، ومن اسكندريه برضو شارك معانا الاستاذ احمد مصطفى، الفنان احمد مصطفى، وفي فنان ايهاب عزت، في من دول طبعا من اسبانيا شاركت معانا، ومعظمهم كان من امريكا اللاتينيه اللي هم بيتحدثوا باللغه الاسبانيه، اللي هم طبعا قروا في الادب الاسباني، وكان وبرضه الكتاب اللي كتبوا باللغه الاسبانيه زي ماركيز، فهنلاقي يعني مجموعه كبيره من الفنانين من مختلف دول العالم. طب على هذا الاساس اكيد كان في نقاشات حوالين دور كل أديب من دول، تأثيره في الحياة سواء في العالم العربي أو في دول أمريكا اللاتينية والدول المتحدثة بالأسبانية بما أنه كان في سيرفانتس، فهل ده حدث ولا ده يمكن حصل بشكل ودي؟ لا يعني هو كان المفروض يعني ان احنا نعمل زي ندوه برضه يبقى في تعريف للادباء دول، بس يعني للاسف ما اتعملتش الندوه، ممكن ان شاء الله في الاسكندريه، واحنا بنتكلم على القاهره، لكن ممكن في اسكندريه نحاول نعمل الندوه دي، لان المعرض هيستمر شهر، يبقى في ندوه كده يبقى في تعريف للجمهور باهم الادباء واهم اعمالهم طبعا أسرة التراث الثقافي العالم يعني، فده ممكن مطروح ان احنا نعمل حاجه زي كده ان شاء الله في اسكندريه. استاذ فوزي، بقينا بنشوف مؤخرا
رسامين الكاريكاتير في حتت كتيرة جدا، يعني حتى يبقى مثلا إيفنت معمول في رسام كاريكاتير موجود بيرسم، ده سببه إيه؟ فجأة كده لقينا الفن ده انتشر بشكل كبير قوي، والفنانين الموهوبين الصغيرين دول لو حابين يشاركوا في المعرض يعملوا إيه؟ هو طبعا فن الكاريكاتير هو فن محبوب، يعني هو فن محبوب لكل الناس لان هو قريب من الجمهور، لان هو يمكن الكاريكاتير بيعبر عن مشاكل الجمهور، عن املهم، عن طموحاتهم، عن حاجات كتير قوي. فيمكن دلوقتي موجود فعلا في كل الايفنتات ان هم بيستعينوا بفنانين شباب. انا بحب اشوف قوي نظره الفنان مثلا ليا او لغيري، يعني لما بيجي يرسم نظرته ليك كشخصيه كده بيحولك ازاي لشخصيه كرتونيه، بحب قوي الشكل ده، وبشوف قد ايه الابداع اللي موجود عند الفنان ده. صحيح، وهو ده يعني الفنان الحقيقي، ان هو طبعا بيبقى في اقل وقت من 5 دقايق، لان هو بيبقى عنده جمهور كتير عايز يرسمه في 5 دقايق، فدي تبقى حاجه جميله ان هو قاعد ومركز جدا وبيرسمك، وطبعا بيحاول يسعد الناس اللي قدامه، فدي حاجة جميلة. واحنا طبعا بنحاول برضو ان احنا يبقى في تواجد كبير قوي في كل حتى المعارض، ان احنا بنحاول نرسم يبقى في مجموعة من الفنانين ان هم يرسموا كمان الجمهور لايف، علشان يعني يبقى في اسعاد ليهم وبرضو انتشار لفن الكاريكاتير، وده والحمد لله يعني موجود كتير دلوقتي. وزي ما قلت لحضرتك احنا ممكن الفنانين يشاركوا معانا، احنا بنعمل المعارض بتاعتنا عن صفحات الفيسبوك، فيقدر اي فنان يشارك معانا. يعني ايه الصفحه بقى، يعني لو في بس حد بيتفرج علينا دلوقتي ايه الصفحه؟ احنا عندنا الجمعيه المصريه للكاريكاتير موجود صفحتها على الفيسبوك، يعني بنعلن عن، واحنا اعلنا عن الملتقى الدولي للكاريكاتير ان شاء الله برضو هننظمه، الملتقى الدولي للكاريكاتير بتنظمه الجمعيه المصريه للكاريكاتير بالتعاون مع وزاره الثقافه المصريه، وده ان شاء الله هيتم تنظيمه في شهر يوليو القادم باذن الله. طب انا شايف صور لتوفيق الحكيم، لنجيب محفوظ، لعبد الرحمن الابنودي، دول من الجانب المصري. من الجانب اللاتيني ما قلتليش غير ماركيز، كان في مين تاني؟ يعني كان في ماركيز، في سرابانتس طبعا، في شكسبير، كانوا هم دول اللي موجودين معانا. يمكن طبعا المعرض الحمد لله لما لقى النجاح الكبير دوت حتى من المركز الثقافي الاسباني، يعني ما كانوش يتوقعوا، فيمكن ان شاء الله برضه العام القادم تتوسع الدايره، نضيف مجموعه كبيره من ادباء يشاركوا معانا. لكن يعني كان موجود الادباء دول، يمكن عملنا لهم لقاء كده افتراضي، او يعني لقاء بيتم بينهم زي نجيب محفوظ وماركيز اللي هم طبعا ما تقابلوش في الحياه، لكن احنا عملنا لهم اللقاء الافتراضي ان هم يتقابلوا على من خلال الكاريكاتير وفي معهد سرابانتس. واعمار المشاركين في يعني في الاعمال الفنيه دي هتبقى بتتراوح من كام لكام؟ يعني هل في مثلا شروط معينه انتوا بتحطوها لاعمار الفنانين اللي بيشاركوا، او غير الاعمار حتى، في اي شروط بتحطوها للفنانين اللي بيشاركوا في المعرض؟ لا، مفيش يعني المتاح الاعمار، طالما اللوحه يعني جذابه وتقدر تتعرض والناس تشوفها، فما فيش يعني شرط، عادي. حتى كمان التقنيه ممكن يقدر يستخدم اي تقنيه، سواء يقدر يرسم يدوي وبالالوان المائيه، او سواء يقدر يرسم ديجيتال. فاحنا يعني الشروط يمكن سهله شويه، بس اهم حاجه يكون ان الرسم كاريكاتيري ومعبر يعني، وماشي مع الموضوع اللي احنا طرحناه. شكرا ليك الأستاذ فوزي مرسي، منسق معرض رسم الأدب.